احنا هذا التوقيت ما يخدمنا، لانه حاليا يعني دينكتل النهار بس بالطريق، بالطريق إضافة إلى الدوام ونرجع حيل متأخرين. فبهاي حالة شو وقت نتابع عوائلنا؟ شو وقت نقوم بمسؤولياتنا؟ أنا بالنسبة لي أستاذ، أستاذ مساعد، شو وقت أحضر محاضراتي؟ شو وقت أصحح طلاب؟ شو وقت أتابع طلابي مشاريع التخرج، بحوث التخرج؟ يعني هذه شو وقت أني أشتغل لنفسي؟ أني باحث، أريد أبحث، أريد أشوف، يعني أريد أترقى، هاي كيف يعني؟ شو وقت أقوم بها هاي؟ الأساتذة عندهم بحوث، يعني كل أستاذ عنده 3 بحوث ما يقدر يمارسن ويكمله. طبعا ما يناسبنا هذا الوقت، اول شيء يعني الازدحامات نفس الازدحامات. زين احنا انا من الناس بيتي بالزعفرانيه، زين انا شو وقت اجي؟ شو وقت اطلع؟ وشو وقت اوصل لبيتي؟ بعد منا غادي شتاء. فطبعا ما يناسبنا، احنا نناشد دوله رئيس الوزراء اعاده النظر بهذا القرار. زين انت من وقعت او وافقت على هذا الموضوع يعني ما فكرت بينا؟ زين احنا النساء اللي عندها اطفال، اللي عندها بالمدارس، اللي عندها مريض بالبيت. الدوام ما يراد لنا نرجع نحضر محاضراتنا وبحوثنا ونصلح ونسوي خطط والى آخره. يعني هذا الدوام معناها فشل بالبيت وفشل بالدوام، يعني حيخلونا نكره الدوام مع العلم احنا نحبه ومخلصين به ونحب طلابنا، وحيخلونا بالبيت نقصر، والرجال مستحيل يتحمل هاي الوضعيه. يعني امبارح دا احكي وياه يقول لي قدمي اجازه بلا راتب، انا ليش اقدم اجازه بلا راتب؟ مع الاسف يعني هيك. اهلا بكم. بعد تجربة دامت 3 أشهر لتخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة السير والتي توقفت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أعاد مجلس الوزراء تطبيق قرار تعديل أوقات الدوام الرسمي مطلع الشهر الحالي. وتشهد بغداد الآن 4 جداول زمنية مختلفة تتوزع عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية. هذا القرار أثار نقاشات واسعة خاصة بين طلبة الجامعات وأساتذتهم الذين يجدون صعوبة في التكيف مع التوقيتات الجديدة ويطالبون بالعودة إلى النظام القديم لكونهم أصحاب عوائل ولديهم أطفال والتزامات كثيرة، والتوقيت الجديد قد أثر عليهم وعلى عوائلهم بشكل سلبي. وفي ظل هذا التباين في الآراء يواجه مجلس الوزراء ضغوط لإعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين تسهيل الحياة اليومية وتحقيق أهدافه. أهلا بكم. هذا التوقيت ما يخدمنا، لانه حاليا يعني دينكتل النهار بس بالطريق، بالطريق اضافه الى الدوام ونرجع حيل متاخرين. فبهاي حاله شو وقت نتابع عوائلنا؟ شو وقت نقوم بمسؤولياتنا؟ انا بالنسبه لي استاذ، استاذ مساعد، شو وقت احضر محاضراتي؟ شو وقت اصحح طلاب؟ شو وقت اتابع طلابي مشاريع التخرج، بحوث التخرج؟ يعني هذه شو وقت اني اشتغل لنفسي؟ اني باحث، اريد ابحث، اريد اشوف، يعني اريد اترقى، هاي كيف يعني؟ شو وقت اقوم بها هاي؟ الاساتذة عندهم بحوث، يعني كل استاذ عنده 3 بحوث ما يقدر يمارسن ويكمله. طبعا ما يناسب. يواجه العراق انخفاض اسعار النفط الشريان الرئيسي للاقتصاد بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب، في ظل اعتماد الحكومة على ارتفاع اسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل من اجل تغطية العجز الفعلي في الموازنة والذي يبلغ 64 تريليون دينار، بالوقت الذي تراجعت اسعار النفط الى 73 دولارا للبرميل. هبوط سعر البرميل من النفط وقلة الطلب على النفط بما معنى هذا يؤدي إلى عجز في الموازنة، وقد تكون هنالك حالة إفلاس بالنسبة للدولة، وهذه دلالة على أنه يجب أن ينتبهوا جيدا بأنه الاعتماد على النفط المصدر الوحيد لتمشية أمور العراق هذه أكبر خطأ، فيجب أن تكون هناك منافذ أخرى. رغم الأزمات الاقتصادية التي واجهها العراق خلال العقود الأخيرة، فإن حال موظفي الدولة كان أفضل وأكثر استقراراً من موظفي القطاع الخاص، إلا أن التحدي الأخير الذي طرأ بعد تراجع سعر النفط اعتبروه مواطنون تهديداً كبيراً على الرواتب.
إذا كان اعتماد، وهذا واضح أن اعتماد الدولة على النفط على صادراتها وعلى الأخذ، فنسأل الله لا ينخفض. بس إذا استمر هالشكل والدولة أخذت إجراءاتها، نقول سلبية لحل المشكلة، فاحتياد هذا يأثر على الموظف، يأثر على السوق، يأثر على البيع والشراء، يأثر على كل مصادر الحياة. مشكلتنا العراق كله عايش على النفط، من راح يصير انخفاض؟ راح يصير انخفاض بالرواتب، راح يصير انخفاض بالاقتصاد، النوبة أنت بعد ما تقدر تتحرك، ها من انخفض النفط كل شيء بعد ما تقدر تسوي، ما عندك غير حل، احنا بس النفط، عيشتنا بس النفط. وتشير التقديرات الأخيرة حول انخفاض سعر خام برنت إلى 74 دولاراً، مما يعني أن سعر نفط البصرة المتوسط سيصبح 72 دولاراً، الذي يشكل ثلثي صادرات العراق النفطية، وخام البصرة الثقيل سيكون 70 دولاراً للبرميل. تحد جديد أمام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، هل سيستطيع الاقتصاد العراقي أن يقف بوجه هكذا إعصار وسط مخاوف من تداعيات الأزمة أن تؤثر على الموازنة؟ من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول كان من المفترض أن يكون عن التظاهرات اللي حصلت في جامعة بغداد من قبل الجامعة والأساتذة في الجامعة المذكورة بعد اعتراضهم على أوقات الدوام، لكن حاولنا وبكل الطرق أنه نستضيف المعترضين سواء كانوا طلبة، أساتذة، معيدين وغيرهم، لكنهم رفضوا. سبب الرفض للحضور في البرنامج مجهول، لكن الواضح أنه بعض الأساتذة المحاضرين جزء يخافون على أماكنهم وحتى رزقهم. إذن نفتتح وإياكم ملف الليلة، انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد العراقي. سيكون معنا الليلة في حلقة اليوم الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا بجنابك. والخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي، مرحبا بحضرتك. مرحبا عليك استاذ محمد. وايضا عبر سكايب الخبير النفطي الاستاذ كوفان شيرواني، مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بكم. اهلا بجنابك دكتور فالح. ابدا مع جنابك، كيف تؤثر تقلبات اسعار النفط ونحن الان نعيش انخفاض في سعر النفط على الموازنة وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ وتعرف العراق بلد معتمد كليا تماما أو بنسبة تقريبا 90% على النفط دون أي أمور أخرى لديها دعم حقيقي للموازنة ورفتها. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت، هو مو 90% وإنما أكثر من 90% الإيرادات المالية للحكومة العراقية هي تأتي من مبيعات النفط، والنفط يعني يتعرض إلى تقلبات خارجية، يعني ليس بيد الحكومة العراقية. نعم. وهذه التقلبات يعني سواء كان حجم الطلب على النفط، وطبعا حجم الطلب على النفط في الخارج يعتمد على معدل الإنتاج العالمي، يعني مثلا النفط العراقي انصدر بالدرجة الأولى إلى الصين والهند، إذا انخفض معدل النمو الإنتاجي يعني مصانع الصين إذا تباطأت راح ينخفض الطلب على النفط مما يؤدي إلى انخفاض سعره. يضاف إلى ذلك أنه مثل ما يعني أي سلعة أخرى يتحدد سعر برميل النفط نتيجة قوى العرض والطلب، يعني إيش قد أكو إنتاج بالعالم. نعم. وإيش قد أكو طلب عليه. الآن الإنتاج هنالك فائض من الإنتاج من دول خارج أوبك بلس، إحنا نقول مجموعة أوبك ونضيف لها روسيا تصير أوبك بلس، وأكو دول خارج أوبك هيدا تنتج بدون طبعا بدون اتفاق مع أوبك وغيرها، هذا غطى السوق وفاض عنه مما وأيضا هذا من جانب العرض. من جانب الطلب، انخفاض الطلب أكو توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الصيني، ومثل ما نعرف أنه الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. نعم. يعني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا انخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للصين راح ينخفض الطلب على النفط، وإذا انخفض الطلب على النفط ومع زيادة العرض يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهذا طبعا كله يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة العراقية. ومثل ما تفضلت وتفضلوا أيضا المواطنين، لأن كل مواطن هو أصبح اقتصادي. نعم. ويعرف الحقيقة أنه إذا انخفضت الإيرادات المالية للدولة العراقية ستؤثر على الموازنة،
والموازنة العراقية دائما من يصير انخفاض بالإيرادات رأسا تأثر على الموازنة، هي شقين، تشغيلية واستثمارية. رأسا راح تلغى بعض المشاريع الاستثمارية، وهذه المشاريع الاستثمارية من تلغى يعني تأثير من تأثير الانخفاض يكون تأثير مباشر وعاني مباشر، نعم، على الاستثمار، وهذا راح يزود من البطالة، لأنه الموازنة الاستثمارية توفر فرص عمل للمواطنين. إذا ماكو استثمار زين لدى الحكومة راح ويضاف إلى ذلك طبعا إذا زادت معاناة الحكومة العراقية من الإيرادات راح تأثر أيضا على الموازنة التشغيلية، يعني مثل ما صارت في 2020. دكتور فالح، إذا تسمح لي، الانخفاض نشوفه ينعكس بشكل مباشر على الموازنة وعلى الشارع العراقي. صح. زين، الارتفاع من نشوفه ينعكس على الشارع العراقي؟ احنا تجينا أشهر كثيرة النفط يرتفع سعره، ولكن وين تروح هذه الأموال؟ ليش ما مثلا تجمع لهذه الأوقات؟ هذا اللي قلنا كاقتصاديين وخبراء، وقلناه بسووا ما يسمى بالصناديق السيادية، مثل ما موجود بدول الخليج. يعني مثلا بالكويت قبل 30 سنة سووا ما يسمى بصندوق خدمة الأجيال القادمة، يقول لك هذا النفط مورد ناظم، فالأجيال القادمة منين راح تعيش؟ احنا ما عندنا لا صناعة ولا زراعة، فخلوا صندوق يخلون به الأموال، قسم من يعني مبيعات النفط كإيرادات يشترون بها أسهم وسندات عالمية، وهذه الدر عائد، وكأنما الآن حتى لو نضرب النفط بالكويت هم عندهم إيرادات من فوائد السندات وأرباح الأسهم ممكن تغطي الاقتصاد الكويتي. أيضا في السعودية، أيضا في بقية الدول عندهم ما يسمى بالصناديق السيادية، هذا ما موجود عندنا في العراق. احنا شنبيع نفط، وزارة المالية تستلم الدولارات تبيعها للبنك المركزي ينطوهم دنانير، وهذه الدنانير يوزعنها بشكل بسيط نشرح لكم اياه، يوزعن على شكل رواتب. اذا نقول مثلا نوزع مثلا عدد الموظفين والمتقاعدين مثلا الى هم 7 ملايين ونص، اذا نضربها، اذا كل واحد من عندهم يعين له 5 افراد، هاي صارت 35 إلى 40 مليون، يعني كل الشعب العراقي عايشين على رواتب. نقول إذا البرميل ب$60 الأمور ماشية، رواتب توزع، المشاريع ماشية. لا لا. وإذا صار فوق $90 نفس الراتب ونفس المصاريف. هذا الفرق مثلاً $30 بالبرميل الواحد، شقد يعني فرق مو قليل. فرق كبير، والمفروض هو حتى لو نبيعه $60 المفروض نخلي نسبة للصناديق السيادية كاحتياط في حالة هبوط أسعار النفط، لأن تعرف وقت الكورونا هبط إلى 30 إلى 28 دولار، أدى إلى أزمة. يعني بسنة 2020 اضطرت الحكومة العراقية إلى تخفيض قيمة الدينار العراقي، كان الدينار العراقي 1190 السعر الرسمي، سووا 1450 كسعر رسمي. يعني بتقول 1450 أنت زودة 100 راح يصير سعره الموازي. ليش اقول لك الانخفاض يبين والارتفاع ما يبين؟ نعم، هذا صحيح. هاي المصيبه، هاي صحيح، هاي المعادله. اذا تسمح لي استاذ رشيد، ارحب بحضرتك. مرحبا بك استاذ محمد. العراق يعتمد او الاقتصاد العراقي يعتمد على ثروته الغير دائمه والمتقلبه بالاسعار، شلون نشوف هذا الاعتماد وتاثيره وتاثير التقلب باسعار النفط على الموازنه بشكل عام؟ تفضل. طبعا للطرفه تأيد الى كلام استاذنا الدكتور فالح، مثل الشعب يقول بخيرهم ما خيرونا وشرهم عموا علينا. زين زين. الحقيقه النفط لا ينضب، لا ينضب، موجود نفط وحيبقى النفط، لكن انت تقول لي اداره النفط، اداره هذه الموارد كيف؟ لو كانت عندنا اداره صحيحه واكو عندنا ايضا تنميه للموارد غير النفطيه، وهاي التسيير بشكل متوازي، موارد غير النفطية حقيقية وليست عبارة عن ضرائب ورسوم. بعض الأحيان شنو المشاكل اللي تحددها بإدارة النفط؟ بس أوضح على الموارد غير النفطية الآن اللي الدولة تقول أنا عندي موارد غير النفطية. الموارد نجيها وملحقين عليها. عبارة عن قسم المواد الأولية ومعادن، تصدير بعض المنتجات البسيطة كتمور وغيرها. زين. والمكملات الأخرى هي عبارة عن ضرائب ورسوم وما يتبعها، وهذه حقيقة وجهة نظري كاقتصادي، هذا لا تمثل مورد غير نفطي، هذه عبء على المواطن، وإنما يجب أن يكون
المورد غير النفطي عبارة عن منتج. احنا كل مقومات الانتاج متوفرة عندنا. النظرية الاقتصادية تقول مقومات الانتاج أربعة: الأرض والمال والعمل والإدارة. يعني إدارة مهمة جدا، عنصر أساسي من الاقتصاد. الأرض متوفرة عندنا، احنا الأرض الإدارة اكو عندنا بها خلل. الأرض متوفرة، العمالة متوفرة، رأس المال متوفر. الخلل عندنا أستاذ محمد، وأكيد يمكن أستاذنا الدكتور يأيدي، في إدارة الدولة. احنا للأسف كلتنا نلاحظ أنه إدارة الدولة تتعرض إلى هزات كثيرة جدا، والنظام السياسي اللي أتى مؤخرا يعني حقيقة ما كان نظام مواتي وناجح وملائم لوضعنا كشعب عراقي. المحاصصة والكتل السياسية وتعدد مراكز القوى يؤثر على اتخاذ القرار وتنفيذه. وين المشكلة بإدارة الملف النفطي بالعراق؟ هذه فد مشكلة كبيرة جدا. إدارة الملف النفطي، سيطرة الشركات الأجنبية عليه وسيطرة العمالة الأجنبية عليه، وأيضا يعني دول كثيرة جدا، الفساد اللي موجود أيضا يعني مو بس بالملف النفطي، في الملف الاقتصادي ككل. وكلتنا نسمع يعني ما كل يوم إنسان ما شاف على شاشة التلفزيون في موضوع السكك 18 مليار نور زهير، ما نعرف احنا ما نقدر نجزم، لكن ما نشاهد على شاشات كل هذه الامور عوامل مشتركة تأثر على استغلال النفط وعلى توزيع الموارد. ده يجينا موارد من النفط وده تتوزع. احنا كل سنة نناقش الموازنة مع السادة اعضاء مجلس النواب، اللجان الاختصاصية كمختصين، كمستشارين اقتصاديين، كخبراء اقتصاديين، نناقش هذا الموضوع وبشكل موسع، وتعقد ندوات كثيرة جدا ونشارك بها. وما أخفيك حتى كل الأجهزة الأمنية تشارك وتحاول أن تضع خطط تدعيم الاقتصاد، وإحنا شخصيا نشارك بهاي المؤتمرات في أعلى مستويات الأجهزة الأمنية، لأنه اليوم الجهاز الأمني له دور كبير جدا في الحفاظ على هيبة الدولة وهيمنة الدولة وفي تنفيذ القرارات وحماية الاقتصاد. الخلل عندنا أستاذ محمد هو في إدارة الدولة، سواء في القطاع النفطي أو حتى في القطاع السياحي أو القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي. كثيرا ما تصدر قرارات، خلينا نكون إحنا منصفين، الدولة بعض الأحيان وإحنا نتابع هذا الموضوع تصدر قرارات من نجي نشوفها أنه هي قرارات ممتازة، لكن المشكلة عندنا في التطبيق. نعاني من مسألة التطبيق والبيروقراطية وفي مسألة الاجتهادات في تنفيذ القرارات، عائق كبير جدا. ومثل ما تفضل الدكتور، الموازنة اللي تجي عبارة عن خارطة طريق لإدارة اقتصاد الدولة، عبارة عن أرقام وتمثل الجانب الاستثماري والميزانية التشغيلية، يعني ميزانية استثمارية وميزانية تشغيلية. زين، خلل كبير جدا. أستاذ رشيد، ايش قد بالمية من أرباح النفط تذهب إلى الشركات النفطية؟ يعني مو هي هاي أتوقع بالعشرين 28 دولار أتوقع يعني حصل الشركات، وهذا مبلغ كبير جدا. جي إذا اسمح لي يعني. إذا اسمح لي أستاذ رشيد أنتقل وأرحب مرة أخرى بالخبير النفطي الأستاذ كوفن شيرواني، مرحبا بحضرتك. أسألك، أنه العراق معتمد بشكل كامل على نفطه، يعني الملف النفطي كيف يدار بالعراق، وقراءتك لهذا الموضوع كخبير نفطي؟ تفضل. تحياتي لقناة الأيام والمشاهدين الكرام والسادة الضيوف الكرام. طبعا أنا متفق تماما مع ما ذكر الضيوف الكرام، لكن أحب أوضح بعض الأرقام ونتكلم بلغة الأرقام. نعم. الموازنة العامة لعام 24 مخمنة ب 163 مليار دولار نفقات، في حين الإيرادات لا تتجاوز ال 111 مليار، وبالتالي عندنا عجز قدره 49 مليار دولار سنويا، هذا عجز مخطط. الإيرادات ال 111 مليار، 90 مليار هي إيرادات نفطية وحوالي 21 إيرادات غير نفطية. هذا يعني 80% من الإيرادات هي نفطية و20 فقط هي إيرادات غير نفطية. هذه الأرقام تؤشر خلل كبير في هيكلية الاقتصاد العراقي، وتجعل الاقتصاد والموازنة رهينة لكل تقلبات أسعار النفط بسبب النسبة العالية لاعتماد الإيرادات على النفط. الآن نجي على إنتاج النفط.
الموازنة هذه مصممة على 3.5 مليون برميل يوميا يصدر بسعر 70 دولار. بعد ما ينخفض تنخفض أسعار النفط دولار واحد فقط في اليوم، يعني نخسر أكثر من 3 ملايين دولار يوميا، وبالشهر تقارب 100 مليون، وعلى مدى عام واحد لو استمر الانخفاض عن 70 دولار تخسر الموازنة العامة 1.2 مليار. هذا رح يضاعف ويزيد العجز. هذا إذا كان الانخفاض دولار واحد. نعم دولار واحد. أما إذا صار انخفاض 10 دولارات تخيل سيكون الخسارة أو تراجع في الإيرادات 12 مليار، يعني العجز بدل ما يكون 49 مليار سيقفز إلى 60 مليار. لكن لحسن الحظ العام 2023 الأرقام كانت دائماً فوق 75، وبالتالي كان هناك هذا ارتفاع، بالتالي الارتفاع لازم ينعكس إيجابا على الموازنة. نعم هذا حصل، لكن لأنه احنا عندنا عجز كبير هذه السيولة الإضافية خففت من العجز وخففت من ضرورة الاستمرار بالاقتراض والاستدانة من مناشئ عديدة. احنا العجز هذا النقص ليش بس يأثر على العراق؟ أكو كثير من الدول المنتجة ضمن التحالف الأوبيك والأوبيك بلس. الفرق اللي سببين، اولا الانتاج العراقي كبير، نعم ينتج اكثر من 4 مليون برميل لكن يصدر 3.3 وفق ضابط اوبك، لكن جي. نسبه اعتماد الاقتصاد كبيره على على النفط، وبالتالي هذان العاملان هم اللي يجعل العراق اكثر عرضه واكثر هشاشه باي تغيرات. شنو العوامل النفط؟ شنو العوامل الرئيسيه اللي تؤدي الى انخفاض اسعار النفط استاذ كوفنت لكن اعتماده أقل على النفط؟ أسألك عن العوامل الرئيسية اللي تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بالعالم. نعم سؤال في محله. هذا الأسبوع أكو متغيرات جيوسياسية وأكو أسواق عالمية. المتغير الكبير أنه كان هناك تراجع للنفط الليبي 1.1 مليون برميل في اليوم بسبب خلافات سياسية، رجعت هذه الكميات وتطرحت الأسواق، وبالتالي الأسواق اللي كانت مرتفعة جداً في الأسبوع الماضي الآن رجعت تنخفض لأنه 1.1 تؤثر بدرجة كبيرة على الأسواق. الأمر الآخر هو المفاوضات الهدنة في غزة أصبحت تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق، وبالتالي ستقلل من هذا العامل الجيوسياسي الذي كان دائماً يهدد بارتفاع الأسعار في حال انتشار الصراع وتوسع. العامل الآخر كما ذكر الأساتذة هو أكبر مستورد الطاقة الصين، قد ما يحصل تراجعات في استيراد الصين أو في النمو الصناعي ستتراجع، والصين هم الصين والهند هم أكبر الزبائن للنفط العراقي في الوقت الحالي. هذه العوامل جدا مؤثرة. طبعا الزملاء أشاروا أيضا إلى الدول المنتجة خارج تحالف أوبك بلس ايضا قد لا تلتزم وتغرق الاسواق بكميات اضافيه تؤدي الى الانخفاض. فقط اذكر بشيء واحد، تحالف الاوبك بلس اللي يشمل دول الاوبك وحوالي 10 دول خارج، هذه تسيطر فقط على 40% من الاسواق النفط العالميه، وبالتالي هذه 40% منضبطه بقرارات وتوصيات الاوبك بلس التي دائما تحاول أن تضمن سوق مستقرة وأسعار منصفة للمنتجين. لكن 60% الأخرى دول خارج الأوبك بلس هذه غير ملتزمة بأي ضوابط ودائما تستغل التخفيضات للأوبك بلس وتنتج كميات إضافية حتى تستأثر على حصة السوق وتحقق أرباح أكثر. إذا سمح لي أستاذ كوفنت أعود لحضرتك. دكتور ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار الانخفاض للاقتصاد العراقي بالوقت الراهن؟ يعني نتوقع، يعني دائما شوف هو ربط مثل ما تفضل الأخ الخبير الاقتصادي كوفين، ربط النفط العراقي بالموازنة ودائما يخلون عجز كبير جدا. هذا العجز الكبير يابا منين راح يسدون هذا العجز؟ يقولون راح نسده أول شيء احتمال ترتفع أسعار النفط، من يصعد النفط وأيضا من القروض زين، وفكلها حلول يعني مثل ما نقول ترقيعية. أنا ليش أخلي عجز كبير جدا واعتمد على ارتفاع أسعار النفط وهناك النفط انخفض أسعاره؟ فهاي راح تؤدي إلى مشكلة إحراج للحكومة. وأيضا شنو الحل الموجود؟ شنو البدائل أمام الحكومة اللي المفروض تعمل عليها؟ ما
ويقول لك بلد معتمد على النفط فقط وماكو أي مورد ممكن ممكن أرفد به الموازنة. نعم، هاي نحتاج إلى مثل ما تفضل الأستاذ رشيد، هو أشار إلى نقطة كلش مهمة اللي هي سوء إدارة أموال الدولة. يعني هنا نحتاج إلى نشوف نسوي جرد في جميع المصانع الحكومية والأهلية، ليش متوقفة؟ شنو هالتلكؤ اللي بيها؟ إذا مو عندها إنتاج للتصدير أقلها السد جزء من الاستيراد، فيخلينا جزء من الدولارات داخل البلد، وهذا يؤدي إلى أنه تقدر تتصرف بهذه يا مصانع المصانع اللي نتحدث وزارة عنها. الصناعة كل شيء مدى تنتج، وشنو اللي كانت تنتج اليوم؟ يعني اليوم كان ما تتحدث عن بلد كانت نسبة تصديرها 90%، كانت أنت تدري البيت العراقي كان كل المنتوج اللي بالبيت العراقي هو إنتاج عراقي، تلفزيون، حاسبة، أثاث، مكيفات، كل شيء كله إنتاج عراقي، كل هذا راح. إيه هذا شوكت، إحنا نتحدث عن أكثر من 40 سنة. ممكن الرجعة، المصانع لا زالت موجودة، وكذلك المصانع الأهلية كلها أشغلها، أسوي إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص، أخلي القطاع ضريبية. الخاص ينتج، أنا مكان ما أجي أزود الضرائب عليه أسوي له إعفاءات ضريبية. هذا من المصنع، من ينتج، من يشتغل، راح يشغل آلاف العمال، هذا الدخل يزيد يخسر. شلون 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 ممكن ينتج ويشتغل ويربح ويشغل عمال وقلاصة جبن يدخل بربع من برا، واذا انا صنع يكلف 500 750؟ عفوا استاذ، هاي يسمونها سياسة تجارية. كل بلدان حتى امريكا اللي هي البلد الاقتصادي الاول بالعالم سوى سياسة يسموها الحماية التجارية، ما خلى الفولاذ يجي من اوروبا حتى ينافس الفولاذ اللي موجود في امريكا، سووا عليهم ضرائب، لأنه يقول جوا أصحاب المصانع وأصحاب الشركات قالوا إحنا جايين نتأذى من هذا الشيء. هذا من حق أي بلد أن يسوي حماية تجارية للمنتوج الوطني، وهي موجودة في كل بلدان العالم. فما عندي إنتاج، يعني كل بلدان العالم عندها صادرات عدا النفط، حتى الإمارات. الإمارات الآن صارت شريك تجاري للعراق والصدر لنا، هي تصنع الإمارات، لا صناعة ولا زراعة، يسمونها إعادة تصدير، تستورد سلع وترجع تصدرها للعراق ويصير عندها أرباح من وراء هذا الشيء. يعني حتى العراق يعني هاي صعبة عليه، الأردن يعني يصدرون بضائع يقولون تبادل تجاري ويا العراق، ولأن شو نصدر للأردن؟ كل شيء ماكو، هو نفطه بسعر مخفض وبس يصدرونه سلع، وهذا هو. فالعراق سوق العراقي أصبح سوق مستورد للبضائع الأجنبية فقط. يعني بعض الدول ممنوع استيراد الملابس نهائيا مثل سوريا، كل الملابس إنتاج محلي، إذا ماكو إنتاج أقمشة محلية يستورد قماش ومشغل. العراق يقدر يخطو هيك خطوة، يقدر يخطو أكثر، تفرغ الأسواق شو بقى بها؟ من اللي ينتج؟ المصانع اللي تنتج شنو تفرغ الأسواق؟ أنا مو رأساً أسوي هذا القرار بشكل تدريجي بحيث أخلي العراق، أخلي يعني نحكيها بشكل آخر مفهوم للمواطن وللمشاهد، أنه أخلي منفذ للدولار غير النفط، زين، بحيث أقدر أصدر، يكون عندي صادرات إلى الخارج، تدخل لي دولارات من الخارج، وبذلك هاي راح تغطي الاستيرادات، والدولة العراقية تقوم ما تعتمد فقط على النفط، بذاك الوقت يكون العراق مرتاح اقتصاديا. من الأكثر تأثيرا وفعالية يعني القطاع الخاص بالإنتاج أم القطاع العام في حال أرادت الحكومة أن تدعم أحد القطاعين؟ هو القطاعين مشتركة، يعني ما ممكن تقدر تتخلي عن القطاع الخاص وما ممكن القطاع الحكومي. ليش؟ لأنه وزارة الصناعة بمؤسساتها ومنشآتها. القطاع الحكومي بالعراق صعب ينجح. ليش صعب ينجح؟ بالعكس، أنا يعني أقدر أمشي، يعني المصانع اللي ما تربح الآن، يعني عندنا مثلا مصنع البطاريات، المنطقة الصناعية البطاريات في الوزيرية، المنطقة الصناعية في الزعفرانية، المناطق الصناعية في كل مدن العراق، عندنا مصانع للزجاج الغير للسكر في العمارة، في مصانع كثيرة عندنا موجودة دكتور، كلها متوقفة. عندنا مصنع بطاريات حتى وإن كان فد يوم شديت لك بطارية عراقية بالسابق؟ اي لا لا، هسه احكي لي صار 20 23 سنة، ما كنت تاج عراقي. الآن حتى المنتوج اللي موجود هو صيني ويخلون عليه لزقة عراقية، لأن توقفت المصانع الآن كلها بطالة مقنعة، يجي غير أشغلها وخليها تشتغل وتربح. لعد هو المصنع ليش سوونه غير حتى يربح؟ لو بس يشغل الناس لازم يصير بيه أرباح. حتى الدول الاشتراكية روسيا والصين وكوبا وغيرها، هاي المصانع إذا ما تربح يسدوها،
فلذلك هاي من أشغلها أسوي جرد بيها، شو محتاجة؟ شنو اللي سبب توقفها أو تلكها عن الإنتاج؟ وشنو سبب خسارتها؟ زين زين، خلينا نتفق كل الحكومات المتعاقبة تعرف أنه أي أزمة أو أي انخفاض بأسعار النفط راح يأثر تأثير كبير على الموازنة وعلى الحياة اليومية بشكل عام. ليش ما ذهبت بدعم القطاع الخاص والقطاع الحكومي والإنتاج؟ نعم، هنا من هذه الحالة يعني أكو هنا مثل ما تفضل أستاذ رشيد إنه ما يسمى منظومة الفساد. أكو بعض الناس مستفادين بحيث من أريد أشغل مصنع أبو غريب للألبان اللي هو من أفضل المنتجات، أفضل من الأجنبي، فهنالك من يحاول أنه يوقف هذا المصنع، وطبعا هذا صرح به وزير الصناعة العراقي الأستاذ يمكن محمد الدراج بوقتها. محمد الدراج حاليا مستشار رئيس الوزراء. نعم. من أنه قال كل ما نريد نشغله يخربوه، يأخذ إجازة. إيه كل ما نريد نشغله يخربوه، من أفضل المنتجات يعني اللي كانت تملأ السوق العراقية. فهذا الشيء قلت لك منظومة فساد يا ستار يعني، وناس مستفيدين أكو من عدها فيحاولون يعرقلون الخطوات الصحيحة للدولة العراقية أو للاقتصاد العراقي. جيد. نعم. أستاذ رشيد، إذا نريد ندعم اليوم القطاع الخاص أو نجد بدائل للنفط العراقي حتى نقدر نسيطر في حال حدوث أي أزمة أو أي انخفاض، شنو اللي لازم تتحرك عليه بأولى الخطوات الحكومة العراقية؟ هلا أقول لك شغلة أستاذ محمد، احنا للأسف مدى نستفاد من تجارب الآخرين. كثير من الدول دخلت حروب وتهدمت وأصبحت رماد، لكن انتفضت. هاي اليابان، هاي سنغافورة، تايوان، تايلاند، دول عفوا ولو الداخل ألمانيا خلال 10 سنوات يعني بعد الحرب العالمية الثانية فرضوا عليها غرامات وديون لازم تدفعهن، وهي بلد مدمر تماما. استلمها ايدناور هذا المستشار، هو جابه محافظ مال مدن، نعم، حاكم، وقالوا لا بدنا نتفاوض وياك. خلال 10 سنوات صارت اقوى اقتصاد اوروبي، استلمتها قياده وقال لهم يا احنا ما عندنا غير، تعال انت شلون هيك شلون توقع على استسلام؟ ها قال لهم ما عندي غير حلاني، هسه احنا في مرحله بناء، بعدين هم يقولون لنا تعال. هسه اليوم القياده موجوده، نريد الحلول، نريد القياده ما قادره اليوم. القياده ما قادره على ان تنفذ ما تريد، قد تكون لديها رؤيه زين، لكن هذه الرؤيه قد لا تستطيع تطبيقها على ارض الواقع. ليش مثلا احنا نعيش حاله فساد وحاله عدم استقرار وحاله تجاذبات سياسيه؟ هذا الفساد منع كل الحكومات. نعم اللي نعم مرت نعم، نخر بالدوله. انا احكيك من واقع عيشه، انا رجل اعمال وعضو من استدارة غرفة تجارة بغداد والناطق الرسمي اسمها، فأجتمع وألتقي بعدد كبير من شرائح رجال الأعمال وأسمع مشاكلهم وأتدخل مباشرة. يعني قبل شوية أنا أحد رجال الأعمال الكبار عنده مشكلة مثلا فاتصل بي، يعني أنا أقول لك كثير من أركان الدولة تحاول أن تعمل على إصلاح الوضع لكنه واحد لا يكفي. مثلا التجوا ان عدد من رجال الاعمال عندهم مشكله في المصارف الاهليه والحكوميه في مسائل المنصه، وهذا عامل مهم جدا بالاقتصاد. دوله تعطي الدولار 1320، لكنه شوف لي العقبات. ما اخفيك يعني ان الشرف اني ان اتصل بالاخوان في هرم البنك المركزي وتواصل مستمر، قمه هرم البنك المركزي اشيل تليفون وخابره واسوي لك كتاب واخذ هاي المجموعه اللي عندهم مشاكل ونحلها، لكن اقول لي الى متى؟ يعني بجهود شخصيه، احنا نريد اداره دوله. يعني هاي المصارف الاهليه مثلا اللي مشاكل عليها ومحاكم كثيره جدا، يعني يجب ان تنصاع الى قرارات الدوله وان تمشي عدل. جيد. فساد كثير. ارجع لي فساد دا ينخر. ارجع لي شلون نقدر ننوع مصادر الدوله غير النفط واعتمادنا على النفط لكل هذه قرارات العالم. الدوله موجوده بتطبيقها، اكو قرارات زراعه، قرارات للسياحه، قرارات للصحه، قرارات للتجاره، هاي معاملنا ومصانعنا. هذا شوف اتحاد الصناعات يرزخ تحت حكم البطاله، وشوف يعني اخوتنا واعزائنا وتحياتي لهم رئيس واعضاء اتحاد الصناعات ككل
مستشاري اشوف شلون خليتنا حلو يركضون، لكن للاسف عقبات كثيره. اي تاجر معامل تاجر واقفه، معامل حكوميه واقفه، معامل القطاع الخاص واقفه، معامل القطاع المختلط ايضا واقفه. القطاع هذه لازم افعلها. القطاع الخاص انت حضرتك اليوم كتاجر، نعم. القطاع الخاص اذا يبيع بألف وانت تقدر تجيب المستورد ب 500 منين تاخذ؟ من يجيب المستورد 500؟ اذا تقدر تستورد من برا ب 500 دينار هذه المشكله، والقطاع الخاص ينتج من الألف مين راح تاخذ؟ عندنا قيمة مضافة غير متوفرة. القيمة المضافة شنو معناها؟ معناها أنا عندي منتج محلي فد 40% عندي موارد وأنتج هاي المادة، أقدر أنافس شوية مع دعم حكومي، مع دعم التصدير، مع دعم بالطاقة، دعم بالدولار. بشنو اليوم العراقي يقدر ينافس؟ كل شيء ما يقدر ينافس، لأنه أكو هجمة عليك من الدول الأخرى. أنا باكر عندي سفر إلى أحد الدول على هيك مواضيع. الدول الاخرى اخي تبيع لك بضاعه ارخص مما موجوده في بلدها. إيه لا نجي ونقول الحكومه فاسده وهاي، قول احنا لا ما لا فساد عندنا كبير. لا 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 اسمعني، فساد كبير جدا عندنا. انا ما اقول حكومه، انما فساد كبير مشترك به اطراف كثيره جدا. ولاحظ احنا هاي كلتنا العراق من الدول ماخذ المرتبه العليا في الفساد. علينا نكافح. الدول مثل ما تفضل استاذنا المانيا وغير المانيا وهاي سنغافوره واليابان وبولونيا ودول اوروبا نهضت من الركام. يراد لنا ثوره قويه ورجل حازم ما تتدخل به الكتل السياسيه والاطراف في قراراته او يشتغل بحزم. شفتوا على قنوات التلفزيون لقاء السيد رئيس هيئه النزاهه، هذا به مدلولات كثيره جدا للمواطن. والان هذا يعني حديث المواطن. جيد. اذا تسمح استاذ كوفن يعني مع الاسف مو هنا. استاذ كوفن دعود لحضرتك، هل هناك استراتيجيات فنية أو استثمارية يمكن للعراق تبنيها لتقليل تقلبات أسعار النفط وتقليل هذا التأثير اللي تتأثر به بشكل آني ومباشر؟ نعم بالتأكيد توجد. إضافة إلى ما ذكر الأساتذة الكرام، توجد خطط كثيرة مكتوبة، آخرها الورقة البيضاء اللي صيغت بشكل جيد ووضعت حتى بعض الجداولها، لكنها تفتقر إلى التطبيق والتنفيذ والجدية. ودائما عندما تتغير الحكومة كل ما خططت له من قبل الحكومة السابقة تهمل وتبقى في الأدراج. بالنسبة للثروة النفطية، احنا العراق الآن معتمد اعتماد كلي على بيع النفط الخام، في حين هذه الثروة النفطية ممكن تنمية إيراداتها على أن تكون هذه التنمية ما تسمى تنمية مستدامة. كلمة مستدامة يعني استثمار هذه الثروات الطبيعية نفط وغاز وغيرها يجب أن لا يكون بإسراف وبإفراط، يعني تستهلك ما تحتاجه في الوقت الحاضر وتبقي حصة منصفة للأجيال القادمة. هذا المقصود بالاستدامة. طبعا هذا ينطبق تماما على كل استثمارات الثروات المعدنية. بالنسبة للنفط، احنا ممكن نرفع إيرادات النفط عن طريق احنا مو بس نبيع الخام، لو زيدنا الانتاج كما تخطط الوزاره الى حدود 7 او 8 مليون برميل، هذه الزياده يجب توجيهها الى المصافي بعد توفير المصافي طبعا، وبالتالي سيكون هناك انتاج كبير من المشتقات النفطيه ممكن تصديرها للخارج وتحقق ارباح 3 أضعاف بيع النفط الخام، ولا توجد اي قيود عليها كالقيود الموجوده على النفط الخام بالنسبه لاوبك بلس. لكن للاسف الخطوات باتجاه المصافي خلال 20 سنة الماضية بنينا مصفى واحد، نعم. وتعطلت العديد المصافي، مصفى عملاق مثل البيجي طاقة 320,000 برميل خرج عن الخدمة من 2014، بنينا مصفى واحد فقط طوال هذه السنين هو مصفى كربلاء 140,000. يعني احنا ما قدرنا نسد حتى قدرات المصافي السابقة اللي كان ممكن تشكل مصدر مهم. اولا جيد. نستغني عن استيراد المشتقات التي لا زال العراق يستوردها. لحد العام كنا نستورد غازويل، لحد السنه نستورد البنزين، طبعا مؤمل انه السنه القادمه نصل لمرحله اكتفاء بالبنزين. الامر الاخر، المشتقات النفطيه في حال تنميتها وانشاء العديد المصافي مو بس نحقق الاكتفاء من المشتقات اللي نستوردها ومن الغاز الطبيعي ومن الكهرباء اللي تكلف الخزانه 4 إلى 5 اصبح مصدر للدخل. استاذ كوفن، بنسبه مئويه ايش قد النسبه اللي تروح كاجور للشركات النفطيه اللي تستخرج النفط بالعراق؟
اذا تسمح لي، ايش قد النسبه المئويه للطبيعي استاذ كوفند؟ نعم. ايش قد النسبه المئويه اللي تروح للشركات النفطيه اللي تستخرج النفط بالعراق الاجنبيه تحدث عنها؟ نعم، في السابق كانت العقود هي عقود خدمه يدفع مبلغ مقطوع لكل برميل يتم تطوير انتاجه، لكن في العقود الجديده اصبحت مشاركه في الارباح، وهذه الارباح تتراوح من 15 الى 30% حسب تقدير الشركه لكل مكان، حسب الانتاجيه ونسبه المخاطر والكلف. فاصبحت الارباح اكثر بكثير خاصة في العقود الأخيرة لجولات التراخيص الخامسة الملحق والسادسة، كلها أصبحت اتفاقات وعقود مشاركة في الأرباح، أعطت ربحية أكثر بكثير من العقود السابقة بهدف جذب الاستثمارات في الشركات الأجنبية. لكن اللي حصل مثل ما شفنا أنه الشركات الصينية استحوذت على الجزء الأكبر من هذه العقود، والآن الوزارة لا تزال تسعى زيادة تطوير استثمار الغاز اللي نحرق منه يوميا 18 مليار متر مكعب وكلفته بالمليارات. هذا الغاز الآن الوزارة أحرزت بعض التقدم ونسبة الاستثمار وصل إلى 70%، لكن لا زال 30% يحرق. الغاز الطبيعي بالمناسبة سعره تضاعف 3 مرات رقم الامتلاك، نعم، إلى 143 تريليون قدم مكعب، لكن استثماراته متأخرة في الغاز. فقط في السنتين الأخيرتين بدأ هناك توجه جدي في استثمار هذه الثروة اللي كانت مهملة، وكانت يحرق الغاز في المصاحب في الحقول، بينما هو أكبر وأقوى منافس للنفط. نعم. ولو امتيازات تجعله مفضلا عن النفط في الصناعة وكمصدر للطاقة. الخبير النفط الأستاذ كوفند شيرواني، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. والخبير الاقتصادي، بس عندي تعقيب صغير على كلام ما تفضل بسكن، كلام يعني حقيقة دقيق جدا كلام أستاذ كوفند، من أن قرارة الدولة لا يمكن تطبيقها. سؤال لك سالفة، عند مناقشة الورقة البيضاء 98 ورقة، الورقة البيضاء اللي جتني ناقشناها من الجلد للجلد، كان عندنا اجتماع مع السيد وزير المالية بحضور اللجنة المالية وعدد كبير من السادة الوزراء والمسؤولين لمناقشة تطبيق ودراسة الورقة المالية والمقترحات اللي ممكن نقدمها. فالسيد وزير المالية آنذاك سيد علاوي قال احنا عندنا بالورقة البيضاء درسنا وشخصنا 480 مشكلة عندنا بالاقتصاد العراقي، وعليه أوجدنا 480 حل لهذه المشاكل. فأني شخصيا وجهت كلامي للسيد الوزير المحترم آنذاك، قلت له معالي الوزير احنا 480 مشكلة بالاقتصاد العراقي جنابك شخصتها، هذا حقيقة جهد كبير. نعم. وأوجدت 480 حل لهذه المشاكل، هل بالإمكان على كلام الأستاذ الدقيق، هل بالإمكان تطبيق هذه مقترحات الحلول على كامل تراب الجمهورية العراقية؟ الآن حأجاوبك كلا لن تتمكن، والتطبيق الجزئي للقرار يفقد روحيته، لأن تطبق على الوسط والجنوب وعلى مناطق أخرى ما تطبقه ماكو فائدة. فعندنا مشكلة، شنو مشكلة شنو سياسية ما بين المركز والإقليم. يوم أنا إذا ألقى 480 مشكلة وألقى 480 حل، شنو اللي يمنعني من أن أنفذ الحلول؟ أنا اليوم الدولة المركزية تصدر قرار، الوسط والجنوب يلتزم به، الإقليم قد يكون له رأي آخر، وكثير ما تكون هذه الحالة. الخبير المشكلة اللي عندنا كبيرة في إدارة الدولة، مشاكل ما بين المركز والإقليم، وتؤثر تأثير اقتصادي كبير، وتأثير سياسي، وتأثير اجتماعي، وتأثير من مختلف الأمور. شكرا جزيلا لحضرتك الخبير الاقتصادي أستاذ رشيد السعدي، شكرا جزيلا لك. والدكتور فالح الزبيدي أيضا الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكما. أيضا مشاهدينا، قبل نروح لموجزنا الخبري، ختام محور حديثنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول تصريحات رئيس هيئة النزاهة، نتابع.
إذن ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم. السوداني يجدد التزام الحكومة بتقديم الخدمات لجميع العراقيين وإكمال جميع المشاريع. الشيخ همام حمودي يؤكد في اليوم الدولي للعمل الخيري أن العراق من النماذج السامية على مستوى العالم بحجم ما تقدمه المؤسسات الخيرية التابعة للمرجعية والعتبات المقدسة. رئيس الجمهورية يؤكد أن العراق يعيش حالة من الاستقرار السياسي والأمني. نور المالكي يؤكد أن التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب. هيئة الحج والعمرة تعلن إجراء قرعة الحج للعاصمة بغداد الأسبوع المقبل. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.